عملية تسليم 14000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل سخرت لها كل الإجراءات اللازمة حيث تم توفير 42 مكتب و160 عون إداري لتسليم هذه السكنات في مدة لا تتجاوز 4 أيام مع احترام كل الإجراءات السلامة من المخاطر الكوفيد 19. أذكر أن برنامج عدل بولاية وهران بلغ قوامه 37665 وحدة سكنية تم تسليم منها 34000 أي ما يعادل 90% من البرنامج إلى حد الآن على أن يتم الانتهاء من كل برنامج عدل 2 في ولاية وهران في السداسي الأول من السنة القادمة.